أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إنني موظف في إحدى المستشفيات، وفيها من النساء الأجنبيات وهن كافرات ويكشفن عن شعورهن، وأنا أنصحهن، وقال لي أحد الإخوة: لا تنصحهن لأنهن كافرات ولا يجب عليهن تغطية الوجه، فهل هذا صحيح؟ يا أخي، ما فرض عليك أنك تعمل في هذا المكان، الواجب عليك أن تنتقل منه إلى عمل آخر بعيدا عن النساء، تنجو بنفسك ولا تبقى في هذا العمل الذي فيه فتنة وفيه اختلاط بالنساء كافرات أو مسلمات، لأن النساء فتنة وأنت في عافية، والأعمال كثيرة ولله الحمد، والمجالات طلب الرزق كثيرة، فابتعد عن هذا المجال إلى مجال آخر.